السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير ومدوزين هذا الويكاند بخير وعلى خير نتوما وليداتكم والعائلة، وأن كل شيء الحمد لله بخير وعلى خير. أنا اليوم جيتكم بواحد الوصفة ديال خل التفاح الطبيعي، ما كندير فيه لا ما لا شي مواد كيماوية، اي خل التفاح بوحدو. كناخد واحد الكيلو حتى الكيلو ونص ديال التفاح، كنغسلو مزيان وكنقطعو على هذا الشكل كما كتشوفوا، وخاص يكون حتى النوى ديالو. كنخليه واحد 4 ديال السيمانات في واحد المكان في شي بلاكار، مهم شي بلاصه تكون مظلمه. كنخليه حتى يطلق داك الماء ديالو، ومن بعد غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير، وتبعوا معايا اخواتي. ها انتما كتشوفوا اختي، غادي ناخد هاد التفاح اللي عندي في هاد القرعه القنينه ديال الزجاج، وغادي نديرو في الطحان الكهربائي. غادي نديرو كامل هنا في الطحان الكهربائي، كتشوفوا ها انتما دير عطيني الماء، وغادي نطحنو وداك الساعه باش غادي يعطيني الماء بكثره، ومن بعد غادي نرجع معكم باش غادي تشوفوا كيفاش غادي نصفيه في هاد الجبانيه اللي درت مع واحد توب الرهيف ديال حياتي. هانتي كتلاحظي اختي، هاني درتو في الميكسور وغادي نشغلو باش يتحلي ويعطيني الماء بكثره. كندير له هذه العمليه باش كنساعدو انه يتطحن لي كامل، حيت الماء ما دايرش فيه الماء، غير الماء ديالو باش يتطحن غير بالماء ديالو. ها انتي كتشوفي اختي، من بعد ما طحنته في مولينيكس كنولي كنديرو في هاد التوب ديال حياتي. هانتوما كتشوفوا لان رهيف ما غاديش يقدر يبان لكم مزيان، فيه كنفرغ المحتوى كله في هاد التوب هذا باش غادي نعصرو مزيان، وغادي الماء ديالو يبقى يتصفى من الاسفل. كنجمعو على هاد الطريقه هادي مزيان، كيتجمع مزيان وهي من الاحسن، وكنيبات مزيان. هانتي كتشوفي اختي، يعني كيهود غير الماء صافي ديال التفاح بهذه الطريقه هذه كي كتشوفوا معايا. من الاحسن وكنبيتو ليل كامل وهو كيقطر بلا ما ندير معاه شي مجهود، وفي الصباح عاد ندير هذه العمليه هذه باش انتما كي كتشوفوا كيهود غير الماء صافي. اذا هذا هو خل التفاح طبيعي، ما فيه لا ماده كيماويه ولا اضافه الماء ولا حتى شي حاجه. تقدري تستعمليه بزاف الاستعمالات، الحرق الالم الراس والجميل ولاي حاجه تقدري تستعمليها. وبهذه الطريقه اختي كنكونوا حصلنا على خل تفاح طبيعي، وبنفس العمليه كنكمل المحتوى اللي مازال عندي، وفي النهايه كنديرو في واحد القنينه، يا اما ديريه في المبرد يا اما تخليه خارج في تخليه في المطبخ، يعني ما غيوقع له حتى شي حاجه. وكل ما طال وكل ما كتزاد داك الحموضه ديالو، كل ما كيعطي واحد المفعول اكثر واكثر واكثر. اختي كنشكرك انك عطيتينا من وقتك وانك تابعتي معنا هذه الحلقه ديال خل التفاح الطبيعي. الى عجبتك الفكره ديري جيم وتابوني معايا، وخلي لي التعليقات وانا راه الاشاره ديالكم في اي لحظه. وشكرا لكم، والى فرصه اخرى ووصفه جديده اخرى بحول الله. اذا هذا هو الشكل النهائي ديالو اختي، يعني هذا هو الخل التفاح الطبيعي كما كتشوفوا، واحد الكميه وافره. هذا يقدر يدوز لك واحد المده ديال سنه او اكثر. اذا كنتمنى هذه الوصفه انها ترقكم
وشكرا وإلى فرصة قادمة بحول الله. شكرا لكم.